احنا بما يخص المجاري احنا تخاطبنا مع المياه والصرف الصحي، وعلى اساس قالوا لا والله احنا ما عندناش محرك وما عندناش كذا وما عندناش بيل واحد المان يمشي. احنا وضعنا يعلم به ربي، سياراتنا قاعده برا، الميه مش قادرين يجيبوها، اللي يطلع يجي في خبزه، عمل ما عادش قدرنا نمشوا له، العيال ما عادش قدرنا نطلعوا ونجوا، وناس عندنا ناس مرضى وناس تعابه وناس كذا، وعائلات كيف عائلات ليبيا هذينا كيف عائلات بنغازي. اذا كان اللي بتكلم يقول لك لا والله انا ما عنديش امكانيه وما عنديش قدره، تبي المن يتجه الواحد، من نتجه ومن نكلمه، علي ماتوري مش قادرين يجيبوه، هنا نخاطبهم ونخاطبوا الجهات ونخاطبوا المياه والصرف الصحي بعجاله تديروا لنا حل. لا الميه غرقت علينا وخشت على الحشان اخرى، مش غير السيارات بس، المشي تمام نمشي على كرعين وما عادش قدرنا نلحقه. وانتم شايفين على ارض الواقع، يعني بالله عليك، يعني نحن هذا جزاء الليبيين، كم حكومة متعاقبة، نحن الضحية. الكلام نحن نخاطبه يمين المجلس المحلي قري يونس الحاج صالح ابو عمود، يقول نحن حولنا رسالة للبلدية. الكلام هذا من السنة اللي فاتت، وهو يقول لا تو السيارة تجيكم تاع البلدية، تو تبرم عليكم، لا حياة لمن تنتهي، لا بلدية ولا صرف صحي ولا لغاثة ولا أي مسؤول في الدولة الليبية جاء طلع على الشعب الليبي والمواطن الذي راقد ريح مش لاقي ما ياكل، مش لاقي ما يأجر برا،